طيب هل ده معناه استاذ عادل ان احنا كمجتمع كاسره بغض النظر بقى عن الحكومه او الوزارات او السياسات او الهيئات، احنا كاسر مصريه بيوت مصريه محتاجين نعمل وقفه مع نفسنا، سواء في الخلفه، في توقيت الجواز، في ظروف الجواز، في تربيه الاولاد، في التخطيط للتعليم، هل محتاجين كل اسره لازم دلوقتي مدعوه انها تفكر وتعيد حساباتها تاني؟ الحقيقة بالقطع، لأنه هنا مثلا الرقم المثير للدهشة أنه في الطبقات الفقيرة أو المتواضعة بنجد أنه في ضغط على الثقافة، ضغط من التقاليد على الإنجاب. يعني تجد أنه السيدة اللي بتشتغل في البيوت 40% من السيدات اللي بيشتغلوا عاملات في البيوت او عاملات في المصانع او عاملات بدرجه او باخرى في اماكن مختلفه، بتجد ان في ضغط من اسره الزوج او ام الزوج، لازم تجيبي ولد، لازم تخلفي اكتر لانه عشان حتى لا تتعرضي للطلاق. هنا الحقيقه هذه الثقافه في منتهى الخطوره وهي مؤثره بشكل او باخر. الشيء الثاني انه احنا كمان مستوى درجة الوعي الديني، بتجد ان البعض في حالة من حالات التواكل وفي حالة من تصور انه يعني انه ربنا عايز كده، مع ان الله لم يعني يجب ان يعني طلب منا ان نحاسب على كل شيء وان لا نلقي بانفسنا الى التهلكة، وأنه ندبر أنفسنا حتى يساعدنا. وأيضا عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يريد أن أباهي بكم أمتي، فده معناه أن كيف يمكن أن تباهي بشيء له مش ناس ضعف مع كثرة مع ضعف، بالعكس قد تكون قلة مع قوة، يعني بالنوع مش بالكيف. صحيح. يعني مش بالكامل. صحيح. يعني هو ده في الحقيقة كتير من التغيير. الحاجة التانية الحقيقة أنه زيادة السكان بتلقي على الدولة بزيادة الخدمات. والحقيقة أنا توقفت عند مثال بسيط جدا يعني ذكره السيد رئيس الحكومة وهو خاص بالفصول. قال ان احنا مصر كان عليها من 7 سنين انها متأخر عليها 200,000 فصل من 7 سنين، وانه كل فصل محتاج الى 500,000 جنيه بخلاف التكلفة الاخرى الخاصة بالكتب وبالنشاط وبالجور المعلمين وبالرعاية الصحية الى اخره. تخيل انك انت عليك 200,000 فصل، تمام، ودول متأخرين انك تبنيهم، فاذا بالسكان يزيدوا بمعدل 1.5 مليون كل سنة، 2.5 انا ايضا كمان محتاج الى 1.5 مليون بالضبط كده. يعني طيب، فاذا كافحت الدولة في سد الثغرة القديمة، فكيف يمكن ان تبحث عن موارد لانشاء الدفع الجديدة؟ صحيح. هذا الأمر تجده في مستشفيات الصحة، وهذا الأمر تجده أيضا في الرعاية الاجتماعية، وتجده أيضا في الدعم، وتجده في كافة شؤون الحياة. إذا أردت أن تطالب بمزيد من الخدمات، في المقابل أيضا أن يرتفع معدل الشغل بالنسبة للبني آدم في مصر. في يوم من الأيام بنجد أنه قيل لنا أنه المدة التي يعني يعمل بها الإنسان في مصر لا تزيد عن نص ساعة في اليوم. طيب هنقول أن ذاك الرقم قديم، وهنقول أن التغيير زاد، هيبقى ساعة في اليوم، هيبقوا 2 ساعة في اليوم. إذن هذا رقم الحقيقة متواضع جدا. صحيح أن بعض الناس يعني لظروف الحياة تعمل في أكثر من وظيفة، لكن في النهاية بنجد أنه قد يستفيد من تعدد الوظائف، لكن السؤال كم
أضاف إلى الناتج القومي، كم أضاف إلى معدل التنمية في البلاد.